السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نصوبوا حلوه بشنيخه او شعكوكه كلها. وشنو كيقولها؟ عندنا 500 غرام من الدقيق الخاص بالحلويات، عندنا 125 غرام ديال الزبده، عندنا 250 مليلتر ديال الحليب، عندنا 500 مليلتر ديال الزيت، عندنا إترو ديال العسل أو كيلو، عندنا ربع معلقة ديال النافع، عندنا ثلاثة الحبات المسكة الحرة، عندنا ربع معلقة ديال الملحة، عندنا تقريبا واحد 50 غرام ديال الدقيق. عطيتكم بالغرام، دابا غادي نقول لكم بالكاس العنبة. بالنسبة للدقيق راه عندنا 5 الكيسان، وما يكونوش عامرين بالقبة، يكونوا مروطين. بالنسبة للحليب عندنا كاس ونص. بالنسبة للمقادير الأخرى كتبقى هي هنا. الحليب ديالي ردته في الكاسرونة ورديته فوق البوطة، يعني حتى سخن حتى دفى. هنا غادي نجيبو هاد الزبدة هادي ديالنا وغادي نقطعوها فيه وهو هكا سخون. هادي بالنسبة للزبدة، هادي الزبدة اللي خاصة بالطريق، ماشي الزبده اللي خاصه بالاكل. كنخليوها هكا كتذوب، وحتى الا كتبقات هكا كطروفه نعاودو نشعلو عليه البوطه ونردوه. غير ما نخليوش الحليب ديالنا يغلي، يعني غير يسخن الحراره اللي ذوبنا فيه الزبده. هنا النافع ديالنا راح نطحنه مزيان، وضروري باش ندوزوه في هذا الصفيفيه هذه، لان هذه العجينه ديالنا غادي ندوزوها في ديك الماكينه الخاصه بالطريق. الا بقاو في هذه الحبيبات هادو كيقطعوا لنا العجينه. بالنسبه للمسكه انتم تشوفوا راه ما جوج حليبات هكا، هذه المسكه الحره. فاش كنقطعوا ديك المسكه الحره، مثلا شرينا 5 دراهم تاع المسكه الحره، شنو كنديروا لها؟ كنديروا لها معلقه صغيره ديال السكر وكنطحنوها وكنغربلوها وكنديروها في شي قريعه عندنا فوق ما بغينا المسكه الحره كنلقاوها موجوده. هذه دابا غير وريتكم الشكل ديالها. هذه عندي مطحونه حتى هي، غادي ندوزها في هاد الصفايه هذه. نديروا الملح ديالنا، هنا الزبده ديالنا راها فاش كنديروا كنكسوها بالصبع ديالنا راها طبا. هنا احنا تاكدنا الزبده ديالنا بين دابت، ولكن راه حنا ما كنديروش هذا الخليط في الطحين وهو سخون، راه كنخليوه حتى كيولي دافي بحال الشكل اللي كنعجنوا به الخبز. هنايا راني خلطت ديك العناصر اللي درت، غادي نحط هذا الخليط ديالي هنا وغادي نخلط. هنا علاش قلت لكم على واحد 50 غرام ديال الدقيق بوحديتها؟ هذيك كنحطوها حدانا، كنحطوها للتوريق، ويلا كتاب وخرج لنا الدقيق ديالنا ما كيشربش راه حنا كنزيدو واحد المعلقه كبيره. هذه الا خرج الدقيق ديالنا ما كيشربش، اما الا كان عادي يعني راه ديك المقادير كيمشيو لنا مع الدقيق. هنا العجينه ديالي هانتوما تشوفوا راني ما زدتهاش ديك المعلقه ديال الدقيق، القوام ديالها هانتوما تشوفوا هنا راني ما دلكتهاش بالكف ديال يدي، يعني غير جمعت العجينه ديالي جمعتها هكا ديتها وجبتها صافي وهي واجده. هنا دابا غادي نقطعوها كويرات، كنقبطوا ديك الكويره ديالنا راه حنا خرجنا 10 نتاع الكويرات، كنقطعوا ديك الكويره ديالنا وكنطلقوها هكا بالكلاك، يعني ضروري باش نقلبوا العجينه هكا وهكا. الكلاك دائما في الوسط ونجروا عندنا الكلاك دائما في الوسط وندفعوا هكا. هنا بالنسبه للعجينه، العجينه الا خرجت لكم يعني فاش كديروا لها كتلقوها هكا بالكلاك كتلصق لكم، راه حنا كنديروا لها ديك الرشه ديال الطحين اللي راه سبق لي وقدمت لكم
الا كانت كتلصق راه حنا كنديروا ديك التغبيره صغيره ديال الطحين، ولكن الا كانت عندنا العجينه هكا صامته يعني واخا كنطبقوها ما كتلصق لنا ما والو، راه حنا ما نحتاجوش الطحين. ثم هنا حتى كنرقوا العجينه ديالنا، بعد ما طلقنا العجينه ديالنا بالدلاك ضروري كنحتاجوا هاد الماكينه الخاصه بالتوريق. كتنفعنا لهاد الحلوه تاع البشنيخه، سباكيتي، الشباكيه، العجينه ديال الكعبه، بزاف ديال العجينات اللي كنطلقوهم في هاد الماكينه هذه. هنا راني درت رقم 6 وانا كندوز العجينه فيها. هانتوما تشوفوا العجينه كتتولى رقيقه. هنا غادي نحيد لها هاد الرويصات هادو، هاد الراس من هنا هذا وهذا الراس هذا، ضروري باش نقادو العجينه ديالنا وتكون حتى العجينه هكا وتكون تقاده وحده، ما تكونش العجينه بلاصه خارجه وبلاصه داخله. هانتوما لا تبان لكم هانتوما العجينه راها مقاده. هنا دابا غادي نحيدو هاد المسمار هنا وغادي نركبوه في هذه الخاصه نتاع السباكيتي. هنا كنديروا العجينه ديالنا هكا، كنثبتوا العجينه وكنبقاو كنلويو. علاش قلت لكم العجينه تكون مقاده، نحيدوا لها داك الرويصات والعجينه تكون هكا صمطه وحده، ما تكونش بلاصه داخله وبلاصه خارجه، باش العجينه ديالنا ما كيخرجلناش فيها الكسور. هنا فاش كيبقى واحد الشويه كنديروا يدينا من التحت وكنلويو وكنقبطوا. هنا تشوفوا العجينه ديالنا كي تخرج، هذا الراس الاولاني كنقبطو وكنديرو كنقرصولو هكا، كنقرصوه هكا كنديرو تقريبا واحد 10 ديال السنتيم وكنعاود ثاني نقرصو، كنديرو 10 سنتيم وكنعاود ثاني نقرصو، يعني كنبقاو حتى كنكملو ديك العجينه على الطول كامله. انا من بعد ما قرصتهم كنجيب القطع ديالي الموس كنقطعو وكنديرو هكا، يعني كنقطعو في الوسط ديال ديك القرصة اللي قرصنا. هنا بعد ما كنهزوهم هانتوما تشوفو كنبركو لها على هاد الجنيب هذا وكنبركو على هاد الجنيب هذا، وهانتوما تشوفو كي العجينة ديالنا محلولة مفركة. هذا اللي هكا خارج هذا غادي نحيدو، لأن هذاك في المقلة غادي يتهرس لي وغادي يطيح في المقلة. هانتوما شوفو ديالنا رزتنا فيه قبيص هاد المسكة، وغادي نزيدو معاه جوج معالق كبار ديال الزهر. الحلوة ديالنا بعد ما كملناها كنطيبوها ديك الساعة ما كنخليوهاش. هنايا كنديرو الزيت ديالنا في المقلة وكنخليوها حتى كتسخن، بعد ما كتسخن كنهزو الشنيخة ديالنا وكنديروها. فاش كنهزوها كنبغيو نديروها هكا في المقلا كنعاودو نحلوها شويه، يعني ضروري باش كنحلوها هكا، يعني غير بيدينا كنديرو هاديك هكا. مثلا تشوفو هنا فاش كتبدا هكا كتولي مذهبه كنحيدوها، ما خصناش نخليوها تحمر بزاف، يعني تولي محمره كتولي غير هكا مذهبه. وحتى القليب ما كنقلبوهاش اول مره حتى كتشد راسها، ما كنقلبوها شويه عجينه حتى كتشد راسها. مزنا ديك القبيصه ديال المسكه وزدنا ديك جوج معالق كبار ديال الزهر. هانتوما تشوفوا العسل القوام ديالو كيفاش داير، هذا راه العسل اللي حضرت لكم اللي كيوجد في 15 دقيقه، الا بغيتو تشوفوه راه كاين على القناه. هانتوما تشوفوا العسل ما يكونش سخون وما يكونش قاصح، يعني الا كان قاصح غادي غير ندفيوه واحد شويه، وإلا كان سخون ما نديروش هكا الحلوة. هنايا كنحطو الحلوة ديالنا كنديروها في العسل، غادي نبركوش عليها بزاف، يعني غير شوية هكا غير بالعقل، لأن راكم شفتو الحلوة ديالنا رهيفة باش ما تهرسناش هكا. وكنبقاو نغرقوها هكا في العسل،
نهزو العسل و كنديروها هكا من الفوق. هكا بشيخة ديالنا هي واجدة. بالنسبة للتزيين كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم تقدموها غير هكاك، يمكن لكم ديروا لها اللوز مهرمش، يمكن لكم ديروها تزينوها بالزنجلان، باش ما بغيتو تقدموها كتقدموها. هنايا هانتوما تشوفوا الحلوة ديالنا كتجي، كتجي مقرملة وهشيشة ماشي قاصحة. وهاد المقادير اللي صوبت لكم اليوم راهم عطاوني كيلو و 300 غرام. بالنسبة للحبات راه عطاونا فوق اكثر من 120 حبة. وهذا هو التقديم النهائي، ونتمنى الفكرة تعجبكم وتشاركوها مع العائلة والأصدقاء. وما تنساوش تحميل تطبيق كويزين ربيعة أو مطبخ ربيعة على الهواتف، وبصحة وراحة.